اهلا بكم مشاهدينا من جديد. وسبحان الله مشاهدينا، عادة الانسان يبتلى، لكن اصعب ابتلاء اذا كان في اقرب او احب الناس الينا. تعاني الطفلة ابتسام العظابي من مرض استسقاء الدماغ منذ ان كان عمرها 5 أشهر. اجريت لها عدة عمليات لكن ما زالت حالتها في تدهور مستمر، حيث اجريت لابتسام 13 عملية جراحية معظمها في منطقة الرقص. وقال العظابي في اي والدها في حديثه لصحيفة سبق: ابنتي تموت ببطء وقلبي وقلب والدتها يتقطع ألما، لا هي شفيت ولا هي ارتاحت مما ابتليت به، مؤكدا استمرار مراجعته للمستشفيات في جازان لكن لا أمل في علاجها هناك. إذا مشاهدين، هذه الحالة الإنسانية نشرت من يعني في صحيفة سبق مرة سابقة، لكن طبعا للمزيد من التفاصيل عفوا حولها معنا عبر الهاتف والد ابتسام الأخ أحمد العظابي. مساء الخير أخوي أحمد. هلا، مساء النور. بداية خبرنا كيف حالة ابتسام حاليا بالضبط، إلى وين وصلنا؟ والله هي آخر شيء في رحت بها المستشفى وقعدت في المستشفى إلى 7 عمليات. أجوني ناس قالوا إحنا بنوديها مستشفى خاص، ودوها مستشفى خاص شافوا المبلغ إلى من 200 إلى 300. أودر رجعتها إلى نفس المستشفى وجرت لها سنتين عمليات، قالوا ان عندها انبوب يحتاج لها انبوب داخلي. فصار لها الانبوب الداخلي فهي تاثرت منه اكثر، فطلعوا الانبوب فحاولوا ان يسووا لها انبوب داخلي، فالبنت فالمويه نشفت من راسها. نشفت بالكامل من راس ابتسام؟ ايوه، نشفت من راسها. ايوه الحمد لله، لله الحمد. رحت جريت مكه وسويت دعاء لله سبحانه وتعالى ان الله يوقف عليها المويه فتوقف المويه، والان البنت في حاله في تدهور تحتاج الى عنايه افضل. طب هي حاليا وين موجوده ابتسام؟ يعني كيف تقيم حالتها حاليا، افضل او اصعب من قبل؟ الدكتور قال اجل انا عندي، قال لي انت حالتك صعبه. واحنا استياسنا عن الحاله، وديها البيت افضل لك وافضل لنا. هذا كلام الدكتور. قلت له ليش؟ قال انت حالتك صعبه ما يمديك تروح وترجع، والبنت اقوى علاج نعطيها وما استجابت لنا. نعم. طب وبابتسام يعني تقريبا تكاليف علاج ابتسام كم توصل اذا المبلغ بالكامل مع العمليات مع المستشفى؟ وين في علاج متوفر خارج جيزان؟ يعني في جيزان ما لها علاج، تحتاج الى عنايه الى مستشفى متخصص خارج المنطقه جيزان. يعني طب تكاليف العلاج المنطقة. تكاليف العلاج كم تقريبا؟ والله انا لا اعلم، بس تقريبا اني هي من ال 100 ومن ال 100 والفوق الى 100 ل 200 الى 300. انا رحت بها مستشفى خاص وعندها كانت 7 عمليات. كم تحتاج لها العلاج؟ كلمنا الدكتور قال العلاج تحتاج لها من 200 او 300 الف. طيب يعني قبل مره ابو ابتسام امير منطقه جازان الامير محمد بن ناصر اعطاكم تصريح سفر لعلاج ابتسام، لكن يعني الغريب ان التصريح انتهى وما توجهتوا الى المستشفيات، توضح لنا الصوره لو سمحت. رحت جريت الى اماره منطقه جيزان فقدمت شكوى الى امير المنطقه. اعطاني تصريح اذا يلزم للبنت اذا يلزم للبنت التحويل لاي مستشفى متخصص فلا مانع بصفه عاجله. ورحت لعند المستشفى قالوا خلي هذا الامر على جنب، احنا خلاص نحول لك. حولوا الاسم لانه 100% عندهم اخطاء طبي، لانهم انا اول ما دخلت البنت كلمتهم قلت لهم سوتوا عمليه قبل كذا، قالوا لا احنا سوينا غيرها، لانه اول مره يجون بعمليه في المخ في نفس المستشفى. الان البنت شالوا لها المخ، الطبق اللي ورا شالوا لها. يلا. الان المناعه ما عندها مناعه، صارت هيكل عظمي. حولوا له. طيب سويت انا جريت تحويل بموجب خطاب الامير. نعم. الى الهيئه الطبيه. سوينا التحويل الى المستشفى الملك فيصل، اجب الرد ان الحاله تتعالج يقولون في نفس المستشفى. في نفس المستشفى، نعم. يقولون في نفس المستشفى. يعني كيف في نفس المستشفى؟ لان الدكتور لانهم عندهم 100% اخطاء طبي. البنت الان صارت هيكل عظمي. البنت يعني يوميا اكلمهم ليش؟ يعني 20 ابره تدخل فيها وتخرج فاضيه. باي سبب البنت صارت ايش؟ يعني تعذبت عذاب اكبر. فناس دكاتره يجون يطبقون فيها، حاولت اني دمعة عيوني تنزل، حرام عليكم، انا ما عندي شيء. اخر شيء كل حتى العفش حق البيت بعته عشان اروح عشان اشيل سياره اروح لين اضرب مشاوير للمستشفى، فتعبت. ان شاء الله طبعا من خلال روتانا، من خلال تحديدا برنامج سيدتي تكون رسالتك وصلت، تحديدا ان المبلغ وان كان كبير بالنسبه يعني ربي يعينك، يعني وصلت الى انك تبيع عفش بيتك، لكن ممكن ان شاء الله من خلال سيدتي ان الرساله توصل وان البنت فعلا تنقل الى مستشفى على الاقل في الرياض
نحاول نعوض مثلا الوضع الصحي اللي وصلت له. احمد العضابي ولد طفلة ابتسام، ربي يطمنك عليها ويتلطف في حالها طبعا، وان شاء الله مثل ما ذكرنا تكون رساله وصلت. متعشمين بشكل كبير طبعا باصحاب الايادي البيضاء اننا نخفف طبعا عن الاخ احمد المعاناه اللي يمر فيها. إذا مشاهدينا مثل ما ذكرنا طبعا ظروف تمر على الإنسان تكون سيئة، ظروف ثانية سعيدة، لكن إن شاء الله تكون الحلول قريبة. وبشكل عام مشاهدينا طبعا ننتقل إلى أبو ظبي، إذا كانت طبعا هبة أكيد معنا طبعا مع ضيوفها الكرام، نتكلم عن فصائل الدم. مشاهدينا طبعا انتشرت من فترة موضوع الرجيم، لكن اللي له علاقة يا أخويا هبة عفوا في فصائل الدم، نتمنى طبعا الموضوع يكون فعليا حل جيد طبعا، والتفاصيل معك ومع ضيوفك الكرام يا هبة. شكرا لك رنيم. مشاهدينا العديد من السيدات بيتبعوا أنواع مختلفة من الرجيم حتى يحافظوا على رشاقتهم، كل يوم تطلع أسماء جديدة في مجال الرجيم والمحافظة على الرشاقة. واحد من هذه الأنواع رجيم فصائل الدم، حنتعرف عليه أكثر. واسمحوا لي أرحب معايا بضيفتي أخصائية التغذية بمركز دبي بولي كلينيك سوزان بوعز الدين. أهلا فيك سوزان. أهلا فيك. طبعا خليني اول شيء يعني نشرح لبعض المشاهدين، يمكن نسبه كبيره من الناس صارت تسمع عن دايت فصائل الدم، يا ريت تشرحي لنا عنه اكثر. هو نظام غذائي مختلف كليا عن النظام الغذائي اللي بنتبعه بايامنا الحاليه، حكي عنه دكتور بيتر ديادمو، وهي بترتكز على فكره انه الاكل اللي بناكله بيتفاعل بطريقه مختلفه مع كل فئه الدم. سو دكتور ديادمو بيقول انه كل اكل بتناسب مع فصيله الدم معينه، يعني اذا انت فئه الدم او اكلك لازم يكون مختلف كثير عن فئه الدم اي عن بي. عن بي انا اي. طب خلينا نبدا بفصيله الدم اي، ايش الانواع الاكل المناسبه ليها اكثر من غيرها؟ فئه الدم اي أنا كنت اسمحي لي بلش بالتدريج، رح أحكي عن فئة الدم أو تفرجي أوكي. بس المشاهدين كيف بلش يتطور فئة الدم. تمام. هلأ فئة الدم أو هي موجودة كان بينت أول شيء من 50,000 سنة قبل الميلاد، وقتها كان الإنسان يعني ياكل من المصادر الحيوانية، يصطاد لياكل. فكرمال هيك فئة الدم أو هي بترتكز بس على اللحوم، أكثر شيء على اللحوم، لأنه بهداك الوقت كان الناس بس يصطادوا ويرتكزوا على اللحوم. والاشهر بلاقوها بالبراري مثل الخضار والفيجيتابلز هالامور. That's why blood type O اللي هي اقدم في الدم والموست كومن وان، اكثر وحده من 50,000 سنة قبل الميلاد. بس هم محظوظين لانها مريحه اكثر من فصائل الدم الثانيه. لا فيك تقولي بطريقه بس هن يعني لا حرام، فصائل دم اي حظهم سيء، انا اي الممنوعات اكثر من المسموح. هلا حاحكيك عن او وتشوفي قد ايه الاي محظوظين بطريقه. طيب الاو ايش؟ الاو هن اوكي مزبوط انه فيهم ياكلوا كل انواع اللحوم والدجاج والاسماك، بس هن بيمتنعون كل شيء نشويات. يعني عن الباستا، عن المعكروني، عن الرايس. شو رأيك؟ حتى الـ يعني لا بس حنرجع للموضوع يعني عن كل انواع الحبوب. حلو. فنظام الغذائي بيرتكز بشكل اساسي على اللحوم. تمام. طيب فصيله الدم اي الاي هي بينت دغري بعد فئه الدم او بعد 15,000 سنة قبل الميلاد. هون كان بلش الانسان يتطور ويزرس وبينت مصدر غذائي جديد يلي هو النباتات والاعشاب. ذاتس واي الاي هني بيقولوا فيجيتيريان، بيرتكزوا على أكلهم خضار وممنوع اللحوم وممنوع الحليب حتى الألبان ومشتقاتها، مشتقات الحليب مظبوط، صويا أكثر. طيب إحنا عندنا تقرير حنعرف فيه مشاهدينا على أكثر على فصائل دم إيه، خلينا نتابعه. إليك سيدتي لائحة ببعض الأطعمة التي تزيد الوزن لفصيلة الدم A. اللحوم فهي بطيئة الهضم وتخزن في الجسم كدهون وتزيد سموم الهضم. مشتقات الألبان إذ تبطئ عملية التمثيل الغذائي. الفاصوليا القلوية التي تتداخل مع أنظمات الهضم وتبطئ عملية التمثيل الغذائي. القمح الذي يوقف ويثبط الأنسولين. زيت الخضار الذي يساعد على الهضم الجيد ويمنع حفظ الماء في الجسم. طيب نرجع لك مرة تانية، ريت تكلمينا كمان عن فصيلة الدم بي. البي هي جاي كومبينيشن بين الاي والبي، يعني اذا ما نحكي عن اللاك هن يمكن ذا موست لاكيس، لانه هن يعني ذي كان كومباين ياكلوا اللحوم والخضار. والخضار بس البروهيبتد حسب ما دكتور دي ادمت بيقول هو اكثر شيء لحم الدواجن. يعني التشيكن بشكل عام للفئة الدم بي. طيب حلو، احنا كمان محضرين معلومات اكثر عن الاكلات اللي ممنوعه لفصيله او الاصح اللي بتزيد وزن فصيله الدم بي، خلينا نتابعه سوا. أما الأطعمة التي تزيد الوزن لفصيلة الدم بي فهي الذرة، العدس، اللوز، بذور السمسم والقمح،
حيث أن جميع هذه البذور لها كمية مختلفة من الليستين، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي الصحيح للطعام، وتؤدي إلى اختزان الماء في الجسم أو الشعور بالتعب والإرهاق وهبوط في مستوى السكر في الدم. فلذلك يجب أكل كميات صغيرة من الطعام لكي يبقى مستوى السكر معتدل في الدم. فالمشكلة في هذه الفصيلة هي ليست متى تأكل، وإنما ما الذي تأكله. فهناك بعض المواد الغذائية تسبب هبوط في مستوى السكر، وخاصة للأشخاص المنتمون لهذه الفصيلة. خلينا كمان يعني طب نكون شوي واقعين. أنا من النوع اللي أحب أقرأ كتير عن الأنظمة الغذائية، ومؤمنة جدا بالهيلثي لايف ستايل أكثر من الرجيم، لأنه الهرم الغذائي في كل العناصر الغذائية، وكل رجيم موجود لازم يحرمنا من مجموعة من هذه العناصر. رجيم فصائل الدم، هل يعني مثلا مقنع جدا؟ انا قرات كثير دراسات بتقول انه هو ما هو يعني اول شيء لانه بيمنع كثير من الماكولات، وثاني شيء كمان في دراسات ما اكدت صحته. فايش رايك في الموضوع؟ مزبوط 100% كل يعني ما في ولا دراسه اثبتت انه هي بتساعد على تخسيس الوزن ولا انه هي هيلثي لايف ستايل، لانه هيدي الدراسه عم تلغي مفهوم التغذيه القديم الاساسي، الهرم الغذائي، عم تلغي الهرم الغذائي. اكزاكتلي يعني الهرم الغذائي اللي هو بيقول لازم ناخد اول شيء النشويات وناخد البروتين وناخد الحليب وحتى الدهون بشكل معتدل. فهذا النظام الغذائي الغى الهرم الغذائي. ذاتس واي يعني في كتير ناس يعني اجى عليه كتير انتقادات، وما في ولا دراسه اثبتت ايجابيات هيدا النظام الغذائي. بس كمان يعني من جهة تانية هي فادت كتير ناس أنه يوطوا نسبة الكوليسترول بالدم. يعني في دراسات كتير أثبتت أنه هي قدرة توطي الكوليسترول، لأنه هي عادة مثل ما بتعرفي بيمنع مشتقات الحليب من الحليب الكامل الدسم، وبيعطوا حليب الصويا. That's why أثبتت أنه من هالناحية it was helpful، بس من أي ناحية تانية يعني I'll go for healthy lifestyle. هو الهيلثي لايف ستايل أو النظام الغذائي الصحي هو الأسلم والأفضل، واللي الإنسان ممكن يستمر عليه فترة أطول، لأنه الرجيم يعني كفاية الضغوطات اللي في الحياة، كمان إحنا نضغط في الأكل. طبعا يعني أنت فئة دم A قلتي لي مظبوط؟ A plus، زوجي A minus. A minus مثلا. So أنت حتقدر تكوني يعني all life vegetarian؟ صعب. لا أنا أبدا يعني أنا أحب أكل خضار وأحب أكل كمان لحوم، فصعب إني أكون كل حياتي على الخضار. فذاتس واي إن هيلثي لايف ستايل بنجمع بين كل شيء، بس أنا كميات بسيطة وحصص معينة أكثر من حصة في اليوم. يعني ونحن على طول بالكلينيك بنقول للبيشنتس اللي بيجوا إنه الكي وورد للهيلثي نيوتريشن هي المودريشن، كلمة السر هي الاعتدال، إنه كله كل شيء بس بكمية معتدلة، وشربوا كتير ماي وعملوا اكزرسايز. لأنه حتى بهيدا الرجيم اللي حكي عنه دكتور بيتر حتى في أنواع اكزرسايز محددة. يعني أنواع رياضات كمان محددة. لازم تعمل اكزرسايز اليوغا ريلاكسيشن، إذا أنت في الدايم أو مثلي لازم تعمل الأيروبيك اكزرسايز. فإتس فيري سبيسيفايد وإنديفيدجوال، فكرمال هيك يعني أنا بحسه شوي صعب للناس. إيه صعب الواحد يستمر عليه فترة طويلة. أعتقد كمان مهم إنه الشخص لما يقرر يبى يعمل هذا النوع من الرجيم، حلو إنه يعمل فحص شامل عند الطبيب عشان يشوف المعادن والمواد الغذائية في جسمه كيف وضعها، أو العناصر بالأصح الغذائية، وبعدين يستمر عليه فترة بسيطة ويشوف، عشان يعني والأسلم الهيلثي لايف ستايل أفضل حاجة. مزبوط. طيب إحنا كمان زي ما تكلمت يعني المأكولات المهمة لفصيلة الدم أو، عندنا تقرير حنتكلم فيه عن الحاجات السلبية أو اللي بتزيد الوزن لفصيلة الدم أو، خلينا نتابعه. وأخيرا ووصولا للأطعمة التي تزيد الوزن لفصيلة الدم أو، القمح الذي يتداخل مع الأنسولين ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، الذرة أيضا الذي يتداخل مع الأنسولين ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، البقول القلوية التي تفسد وتتلف حرق السعرات الحرارية، البقول أو الفاصوليا الزرقاء أيضا التي تفسد وتتلف حرق السعرات الحرارية، العدس الذي يثبط تمثيل المواد الغذائية الصحيحة، الكرنب والقرنبيط الذي يثبط أيضا هرمونات الغدد الدرقية، المسترد الأخضر والذي يثبط إنتاج هرمونات الغدد الدرقية. يعني إن شاء الله نكون المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات. طب الأشخاص اللي حابين يعني يستخدموا هذا الدايت مثلا، فصائل الدم مختلفة مثلا أيا كانت، هل في نصائح عامة لكل هذه الفصائل لما يقرروا يعملوا هذا النوع من الدايت؟ فيني أقول وأنصح للجميع أنه قبل ما يفوتوا بأي رجيم أي تغذية والنظام غذائي جديد، يروحوا فوق فحوصات، يطلبوا هيلث تشيك أب ويشوفوا المعادن والفيتامينز وكل شيء، وشوف إذا عندهم أي مشكلة بالجهاز الهضمي، وعلى أساس يقرروا. يعني في كتير ناس عندهم مشاكل بالمعدة ما بيروحوا مع الفيجيتيريان لايف ستايل. زي
إذا يعني أي مشكلة، إذا عندك الخرحة بالمعدة، في كتير أنواع خضار مثل البندورة ولا كتير خضار صح. ممكن تأذي اللي عندهم حموضة اللي البلاد تايب أي اللي عم يتبع بس هيدا النظام وهي جو بس فور فيجيتيريان لايف ستايل ممكن كتير يأذي حالته الصحية. ذاتس واي قبل ما ياخذوا أي قرار بأي تغذية يعملوه بليز يشوفوا حكيم ويعملوا هيلث تشيك أب. نصيحة مهمة، وإحنا بنشكر وجودك معنا وشكرا لمركز دبي بوليكلينيك سوزان، يعطيك العافية. شكرا لك. مشاهدينا يعني كلمة السر هي نظام الحياة الصحي، إنه الإنسان ما يحرم نفسه من أي شيء يحبه بكميات بسيطة بحصص معينة في اليوم، ويتابع اللي يأكله ويتحرك كثير، وإن شاء الله نتمنى لكم دائما الصحة الدائمة. سيدتي مستمر بعد الفاصل، ابقوا معنا. أصلا أنا عارفة الزواجات هذه شلون، ما يجي الوحدة إلا كل أسبوع أو أسبوعين مرة. أنت شايفة قدامك كرسي ولا طاولة ولا أكسسوار قدامك؟ الشرط الأول إعلان تام الزواج. زواج معلن؟ الظاهر يا مدام أنت ناسي أنك متزوجة ولك واجبات وحرمة بيت. أنا مليت منكم المشاكل خلاص، مع دبغات أنا خدت عشان استانس وانبسط، لكن طلعتي زي الهم على قلبي. في سيدتي بعد الفاصل، عروض الطهي الحي وفنون تزيين المائدة في معرض المأكولات والفنادق والضيافة السعودي.